احنا في التحالف الوطني عملنا قبل كده اكتر من فعاليه ومن اكتر من قافله. كان في قافلتين، قافله في شبين القناطر في كفر شبين، وقافله تانية في عزبه البنك في الخنكه، كان فيها اعاده اعمار لبعض البيوت، كان فيها قافله طبيه شامله، كان في كرنفال للاطفال وماراثون، كان في توزيع كراتين، كان في توزيع نظارات طبيه. النهارده استكمال للتحالف الوطني وللشغل على التحالف داخل القليوبيه، النهارده بيتم عمل فعاليه تحت شعار كتف في كتف، يعني زي ما بيقولوا كتف في كتف، الخير هيلف وهيرجع لنا. اول حاجه ان احنا بنعد المتطوعين بتوعنا، بنعرف كل واحد دوره، بنجهز كل واحد للدور اللي هو هيقوم بيه. اذا كان هو بيشارك في الماراثون فهو هيعرف ان هو دوره هيبدا في الوقت المعين ويخلص في وقت معين. لو دوره ان هو يشارك النهارده في البهجه والامل اللي بنحاول احنا بكارنفال اللي احنا بنحاول نشارك فيه مع الاطفال، فهيكون عارف ان هو دوره يقوم بيه في الوقت وقت معين ودور معين.